السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في قناه ميني دودو. النهارده فيديو جديد وجوله جديده، هنروح نزور اصحابنا الاتراك، كنا معزومين عندهم في اليوم ده، وهاخدكم معايا. هنركب اتوبيس من الفاتح لغايه الميتروبوس، وبعد كده هنركب الميتروبوس وهوريكم الجوله بتاعتي. خليكم معايا وكملوا الفيديو. انا كده في الميتروبوس صورت لكم الطريق. الميتروبوس ده عباره عن اتوبيس كبير شويه بس ليه خط لوحده، واسمه جاي من كده ان هو مترو، يعني ليه ممر لوحده او حاره لوحده يمشي فيها، واتوبيس او متروبوس يعني اللي هو شكل الاتوبيس، يعني مش شكل المترو خالص. سريع جدا وبيروح مناطق بعيده وفي مده قليله جدا، لان مفيش حاجه بتعطله، كتير كتير بيجي كتير ورا بعضه. هنركب وهننزل في افجلر، في بالتحديد في محطه شكري بي. المنطقه اللي هننزل فيها بقى فيها بازار بتاع يوم الاحد، لاحظت ان اسعاره ارخص كتير من بازار الاربع بتاع الفاتح. يلا بينا نكمل الفيديو، يلا بينا. Bazda bize 10 dediğimiz bakiye ve 15'e satıyorlar. Yeah, we have the flower.
كان اونوندا على يدي كان اونوندا كان اونوندا Sudan ucu, sudan. Adiler var dediler. Evet, her şey yerli, her şey doğal. Evet. 10 liraya pirinç yapıyoruz, 10 liraya. Evet. Evet, 10 liraya pirinç aldı, 10 liraya. Hadi paşa, hadi paşa. Gönlüme gelene kan ver. Nasıl sana? İş yerine. İş yerine. Siz işte bakıyorsunuz. Dondurun, dondurun. Oy yabalı. Robert, Nazlı! Haydi, balık yedi, balık yedi abi! Nazlı yedi! Nazlı yedi! Nazlı yedi! وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي اشتركوا وسيبوا لي تعليقات ولايكات كتير كتير، واشوفكم في فيديو جاي. سلام عليكم.